بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، قصتنا اليوم من قصص الأنبياء، قصة سيدنا يونس عليه السلام. بعث الله نبيه يونس إلى قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام، فنهاهم عن عبادتها ودعاهم إلى توحيد الله وبذل لهم النصح في تبليغ رسالة ربه، لكنهم قبلوا بالاعتراض والسخط والجفاء. فلما أحس يونس منهم الكفر بعد ذلك، حذرهم من سخط الله وغضبه، وهددهم بحلول عذاب الله عليهم بعد 3 أيام إن لم يؤمنوا. ثم خرج من بين أظهرهم غاضبا بعدما ظن أنه أدى ما عليه من تبليغ الرسالة، فخرج من أرض قومه متجها نحو البحر. وكان على سيدنا يونس أنه يسلم أمره لله، فليس لنبي أن يترك بلده وقريته ويخرج مهاجرا دون إذن من الله سبحانه وتعالى. ولما رأى قومه إمارات العذاب وأيقنوا نزوله بهم، تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وندموا وفرقوا بين كل حيوان وولده، ثم خرجوا يدعون الله ويتوسلون إليه ويتضرعون، فكشف الله بحوله ورحمته عنهم العذاب. وقد أخبرنا الله تعالى أن قوم يونس نفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب عليهم، ورفعه عنهم بعد إحاطته بهم. لما خرج يونس عليه السلام غاضبا بسبب قومه، بسبب رفضهم لدعوته، صار حتى ركب سفينة في البحر فاضطربت براكبيها حتى كادوا يغرقون، وكان لابد من إلقاء راكب من ركبها لينجو الآخر. وما كان من حل إلا أن يقترع ركاب السفينة، فمن خرجت قرعته ألقي في البحر. فلما اقترعوا وقعت القرعة على يونس عليه السلام، وهم يعرفونه جيدا ويعرفون أنه نبي الله، فأدركوا أن لا يلقوه، ولكنهم قرروا القرعة مرة واثنين وثلاثة، فخرج سهم أيضا. عندها لم يجدوا بد من إلقاء في البحر، فبعث الله حوتا فالتقمه وطاف به البحار كلها، وأوحى الله إليه ألا يهلك يونس عليه السلام، فلا يأكل لحمه ولا ينهش عظمه. وأحاطت به ظلمات 3، ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الليل، ولبث في بطنه مدة الله أعلم بها. وقد سمع نبي الله يونس تسبيح الحصي ودواب البحر وهو في بطن الحوت، فأدرك ما استحق عليه اللوم، فأقبل على الله وأثنى عليه قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فخرج من بطن الحوت وأنبت الله عليه شجرة من يقطين يستظل بها ويأكل منها، وإلى أن تعافى يونس عليه السلام. فأمره الله سبحانه وتعالى بالعودة إلى قومه فوجدهم مؤمنين، فمكث معهم يعلمهم ويرشدهم.